ضع أهداف تطورك، ابدأ بقيمك، سلسلة المدير الممارس، دليل الأفكار العملية، بيل ستيرنبرغ، سلون فاتريك، An Ideas into Action Guidebook. Setting your development goals. Start with your values. شوفي بالمحتويات. لماذا تعتبر الأهداف المختارة بعناية مهمة؟ استكشاف قيمك، النظر إلى الصورة الأعم، المهنة، الذات، الأسرة، المجتمع، البعد الروحي، القيام بالعمل، ورقة عمل، تخطيط الهدف، خلفية، ملخص النقاط الرئيسية، قراءة مقترحات ومنشورات ذات صلة. لعلك لا تستغرب حقيقة أن وضع الأهداف عامل مهم في تحقيق الإنجازات الفردية والمؤسسية. لا بد أنك وضعت يوما أهدافا إنتاجية أو مالية أو غير ذلك من مقاييس الأداء. وفي حياتك الخاصة أنت بلا شك وضعت أهداف شخصية أو عائلية نموذجيا، الأهداف توجه وتحفز بقصد التغيير أو التحسين، لكنها لا تعمل دوما على ما يرام. فكثير من الناس ينسون أهدافهم أو يتجاهلونها أو يسمحون بتحويلها لمصدر قلق وإحباط وإحساس بالفشل. ما الذي يعترض سبيل تحقيق الأهداف؟ من خلال الأبحاث الميدانية وعمله مع آلاف الموظفين التنفيذيين، حدد مركز القيادة الإبداعية ثلاث أسباب رئيسية لفشل الأهداف في استثارة وتحفيز التغيير. 1- عدم احترام الهدف، أي عدم التزامك به قلبا وعقلا. 2- عدم تحديد الهدف، أي عدم تعيينه بحيث يبقى هدفا عاما وشاملا أكثر من اللازم. 3- عدم تعزيز الهدف، أي عدم توفر شخص يؤدي دور المدرب أو المشجع أو المرشد. القيادة والقيم، المهنة، هل ينسجم عملك مع المهنة التي تريدها؟ قصة جيف، رتب قيمك، المهنة، الذات، الأسرة، المجتمع، البعد الروحي. الذات، متى كانت آخر مرة قمت فيها بعمل شيء لمجرد اللهو، شيء لمتعتك الخاصة دون قيود أو شروط أو مسؤولية عن النتائج. قصة إيمي، تخصيص وقت لنفسك. الأسرة، ما الذي تريد أن تقوله أسرتك عنك عندما لا تكون معها. قصة جو، المجتمع، كيف تتواصل مع الآخرين. قصة جينيفر، البعد الروحي، ما الذي تعنيه الروحاني بالنسبة لك. قصة نيكول، عندما كنت صغيرة كانت أيام الأحد مخصصة للكنيسة والأسرة، كنا نولي عناية فائقة بهندامنا وكي ملابسنا وأعداد أنفسنا لقدام الصباح. كانت عائلة أمي الكبيرة تجتمع أسبوعيا لتبادل الزيارات وتناول وجبة كبيرة. الآن أعيش بعيدا عن الأسرة وأسافر كثيرا في مجال عملي، لكني أحرص على إيجاد السبل لإبقاء على جو المهابة والقدسية لأيام الأحد وطقوسها. أقوم بأعمال بسيطة بعض الأحيان كإنشاء ترنيمة دينية أو إشعال شمعة أو تحضير وجبتي المفضلة. أجد راحة كبيرة وصفاء وسلام داخل قيامي بهذه الأعمال الصغيرة، إنها تبقيني على صلة بجذوري وارتباط دائم بذاتي الحقيقية. القيام بالعمل، قصة أنتوني، الخطوة 1، فكر الهدف، القيمة، المهنة، الذات، الأسرة، المجتمع، الروح. الخطوة 2، ركز، محدد، فكر الآن بكيف يجعله هدفا ذكيا، والهدف الذكي محدد، قابل القياس، قابل التحقيق، واقعي، موقوت. عينة أهداف ذكية. خطوة 3، خطط. الخطوة 4، اطلب الدعم، قد تحتاج إلى مساعدة واحد أو أكثر من الأدوار التالية، الاستشاري، المشجع، الداعم، المتعاطف. خطوة 5، تفقد الشهادات، وضع الهدف، ابدأ على نطاق ضيق، ثابر، لا تخشى الفشل، التوازن ليس التساوي. ورقة عمل، تخطيط الهدف، ثلاث ضع أهداف تطورك، بيل ستيرنبرغ وستون فاتريك.